تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. وأيضا قال: من شد شد في النار. ورئيس الحفلة المبجل أصحاب الحتم والمستمعين الكرام، كما أنكم تعلمون علما جما بأني قد تلوت أمامكم قطعة آية من القرآن الكريم آنفا، وأريد في هذه الحفلة المباركة الطيبة البهيجة أن ألقي أضواءنا عليها. ولا شك في ذلك أيها الإخوان أن تلك الآية الكريمة تحرض المسلمين قاطبة على التضامن الإسلامي والتعاون على البر والتقوى والأخوة والمحبة، وتمهد الطريق إلى جمع شمل المسلمين وجماعتهم، وتسهل السبيل إلى المودة والرحمة فيما بينهم، وتتطلب منهم أن يكونوا يدا واحدة في كل شيء، فلا يقع حالف في أقصى الشرق أو الغرب إلا ويجب أن يسمع له صدى في جانب آخر من العالم الإسلامي. فيا أيها الإخوان، إن الأخوة الإسلامية تمثل أربع المعاني الإنسانية، فهي أخوة إيمانية دينية روحية تفوق أخوة الدم، والمسلمون كلهم إخوة، كما أشار إليها بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان، كما جاء فيما رواه الشيطان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبهه في المساواة الإسلامية بالمشط، فقال: الناس في السواسية كأسنان المشط. ولكن أقول مع الأسف الشديد والقلق البالغ أن الأوضاع الراهنة التي يعيش فيها المسلمون متشددين الشمل ومتمزقين الجمع لا تختلف خطورة حالتهم عما سبق في تاريخهم أيام دولتهم الأندلسية الأخيرة. فلقد تكالب أعداء الإسلام عليهم من كل جانب، وهم ملحون في جهودهم على إدامة شخصيتهم الإسلامية وتشخصهم الخاص وميزتهم الذاتية. فالمسلمون هم المطالبون أن يصبحوا جزءا من غيرهم في كل شيء، في الثقافة والأدب والفكر والاتجاه، أو يتركوا البلاد ويتشردوا في الآفاق، أو يموتوا تحت سيل من الرصاص أو لمحات التعصب والإرهاب. يا أشبال الأمة الإسلامية ويا أزهار حديقة الإسلام، قلبوا صفحات تاريخكم الماضي وأمرنوا فيها النظر، واقرؤوها بالصبر، وسرحوا طرفكم فيه، وجولوا في فصوله وأوراقه، يظهر لكم أن الأعداء بعدوا من الأفاعيل. لا أستطيع أن أكشف لكم عنها الصدق في هذا الوقت الزيق القليل، ومثل هذه من المعاصي تتطلب الوقت الطويل. ولكن ها هنا سؤال مهم خطير، وهو: لماذا وقع هذا الحادث الأليم عبر تاريخنا المحيط بأربعة عشر قرنا؟ ولماذا فشل المسلمون بعد عدة قرونهم من قبل الأعداء أبدح الفشل؟ ولماذا انهزموا الشر الهزيمة؟ ما هو السبب الأصيل؟ وما هي العوامل الأساسية لتلك الكارثة؟ يا شباب المسلمين، افتحوا عيونكم من هذا السبات العميق، واجتمعوا على رصيف واحد، واذكروا قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تنازلوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. نحن نسأل الله تعالى أن يجمعنا على الكتاب والسنة، وما توفيقي إلا بالله، والسلام عليكم.